فإذا تحقق الجهاد الدفاعي بوجوده نحتل العالم. اللي يصير مسلم أهلا ومرحبا، ما يصير مسلم يكون موفق ظل، بس الطين ضريبة مالتنا، ضريبة يسموها الجزية مولاي، يدفع جزية يعني؟ إيه طبعا، هذه إذا كان الآن ما موجودة، يعني إذا ما صار مسلم يدفع الجزية. لا 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 اسمح لي، شلون؟ أنت الآن ليس فقيها، أنا فقيه، خل أشرح لك المسألة للمشاهد. طيب. إذا آمنا بالجهاد الدفاعي أريد نحتل أمريكا، إحنا الآن على مسألة فرضية طبعا، احتلنا أمريكا وانتصرنا عليها، هاي جبروت، نقول للشعب الأمريكي نحاورهم بطريقة شفافة وبطريقة حضارية، ترى الإسلام عظيم، الإسلام كذا، مع الفقراء، مع الجياع، مع العمال، مع الفلاحين، ضد الخصخصة، ضد الاستثمار، ضد الرأسمالية، ضد البرجوازية، صيروا مسلمين، نتوسل بهم. إذا كان كتابيا نقول له اعطينا جزية، يقول لك احنا ما نصير مسلمين، نقول له اعطينا جزية. إذا قال ما أعطي جزية نقاتله، هذا إذا كان كتابيا. قاتله إذا ما أعطاك جزية. إيه طبعا، هذا إذا كان كتابيا. هنا إذا كان كتابيا نخيره ثلاثة خيارات، إما أن تكون مسلما، فإن قبله فلا نأخذ منه الجزية، فإذا أصبح لا يصير مسلما يبقى على مسيحيته نقول له اعطينا جزية، فإذا رفض الجزية نقاتله. أما المشرك نخيره بين الإسلام والقتال. هذا الرأي ليس رأي أحمد بن الحسن البغدادي، بل رأي كل المذاهب الإسلامية الخمسة. أنت كصحفي، أما أنا فقيه، اسمع كلامي. إذا كان كتابيا ثلاثة شروط واشرحتها الآن، وأما إذا كان مشركا نخيره بين القتال والإسلام. وتسبي نساء؟ كل شيء نسوي، هذا هو الإسلام الثوري. مو أنت تصر علي، هذا قول الله. الأمم المتحدة ما هي إلا تسيرها الصهيونية، شو تحكي؟ ما تحكي أنت مخبوص بالأمم المتحدة ومن الدولي، خيار المقاومة. يعني هسه خيار المقاومة هو التحرير الكامل للعراق ولبنان يعني وفلسطين. يعني هسه نفرض جدلا الشعب، فرضية طبعا، فرضية، فرضية، إذا ما استجاب وبقى على مسيحيته أنت راح تخيره بالقتال وبالفتوحات وبالسبي وغير ذلك. لا، إذا كان مشركا، هنا مسألة خلافية، هل المسيحيون مشركون أم كتابيون؟ فإذا كانوا كتابيون نخيرهم بثلاثة أطروحات، وأما إذا كان مشركون نقاتلهم بعد أن نخيرهم للإسلام، إذا رفضوا نقاتلهم ونسبي نساؤهم ونحطم كنائسهم. هل يسمع العالم كل هذا والإسلام؟ ما بازدواجية، ما بانتقائية، ما بنفاق. يا أخي افهم معنى الإسلام، أنت شو مسلم؟